بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا هداة مسالمين بحقك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ملعونين أينما ثقبوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أنت مش أحل من ربي؟ مش أنت تحرمنا من الجهاد الشرعي؟ أنا دفاع شرعي، تكون لجيتيم ديفونس. حتى عاقل ما يجي نقول مناش في الحالة دي. حالتنا شرعا ما دام الاعتداء لم يوقف أو لم يخفف، فلابد لنا أن ندخل في عملية التصادم، وإحنا أشد بأسا منكم جميعا. إحنا القلة وصل القرآن يقول ربي واحد منا يغلب 10 20 ولا حتى أمة كاملة. إيش بي خالد بن الوليد وقت اللي يهداه ربي رضي الله عنه، مش دقدق الفرس ودقدق الموجة الأولى ضد الروم. ما قالش النبي، أنا فكرت لكم النبي عليه السلام وقت اللي خدا كأس الحجر إلى 3 لقشات كما نقولوا احنا، معناها الأولى قال معناها بفضل الرحمن قال ريت الكون تفتح لكم اليمن، وهكذا أول مرحلة في الفتح خارج أرض العرب هي اليمن، ثم يليها الشام، ثم تختم النبوة هذه على سيدنا أفضل صلاة والسلام بأرض الفرس، وحنار القادسية وما أدراك من القادسية، والقائد نتاعهم من خذله الله اللي كانوا يقولوا به شيء من العجب رستو، والعياذ بالله راه العشب العجاب. وكل الواقعة هذيك جاهد فيها كثير من الأبطال من أرض العرب. هؤلاء فعلا من اللي خلقهم عالية بالإسلام وخلقهم عالية قبل الإسلام، وزاد العلو بالتزامهم بقوانين الإسلام في العروب، فما قواعد الاشتباك المثنى رضي الله عنه كان مشهور بمجالده للفرس رغم بأس وماضيهم اللي مشهورين بالحرب والسياسة وكذا، ومع ذلك المثنى رضي الله عنه والرغم العجب العجاب، ولو كانت جراحه وآلامه لا يمكن أن نصفها رصا دقيقا. نسأل الله السلامة.